أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المباشرة لقرار الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16% و30% بالنسبة للبنزين الذي ارتفع بمختلف أنواعه. هذا القرار جاء يعني بدأ بداية اليوم، وبالنسبة للبنزين ارتفع بمختلف أنواعه بزيادة نحو جنيهين اللتر الواحد. وذكرت وكالة رويترز عن مصدرين بوزارة البترول المصرية إلى رفع سعر بنزين 95 إلى 9 جنيهات للتر الواحد بدلا من 7 جنيهات و75 قرشا، وارتفع سعر السولار إلى 6 جنيهات و75 قرشا للتر بدلا من 5 جنيهات ونصف. وأما بنزين 92 فقد ارتفع إلى 8 جنيهات للتر بدلا من 6 جنيهات 75 قرشا، وبنزين 80 إلى 6 جنيهات 75 قرشا بدلا من 5 جنيهات ونصف. وارتفعت أيضا سعر اسطوانات غاز الطهي بنسبة 30% لتصبح سعر الاسطوانة 65 جنيها بدلا من 50 جنيها للاستخدام المنزلي، ومن 100 جنيه إلى 130 جنيها للاستخدام التجاري. نتلقى اتصالاتكم عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة وتعليقاتكم عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. معنا الآن الخبير الاقتصادي من القاهرة السيد علاء عبد الحليم. أهلا بك سيد علاء. سيد علاء، يعني كثير من الناس يروا أن هذه الارتفاعات كانت متوقعة طبقا للجدول الزمني الذي تعاملت مصر مع صندوق النقد الدولي. كيف ترى هذه الارتفاعات؟ في الحقيقة الارتفاعات كانت متوقعة تماما، وبدليل أن الحكومة المصرية قدمت التزام في منتصف يناير بزيادة أسعار المحروقات، وتم نشر ذلك على النشرة الرسمية لصندوق النقد الدولي في شهر أبريل. الأمر ما فيهوش أي مفاجأة، وهي محاولة يوصل للسعر العالمي وبيقللوا فاتورة الدعم. لكن أنا بتقدير أن الأمر قد يؤثر بصورة جيدة على الموازنة وعلى العجز بالنسبة للموازنة، لكن سيكون له تأثير سلبي صورة كبيرة على التضخم، لأن بند النقل بيمثل رقم مهم بالنسبة للتكلفة، سواء بالنسبة للخضار أو بالنسبة لكل المنتجات، وكل الحركة تأثرت. أنا في تقدير الاقتصاد سيتأثر سلبا بهذا الأمر. طب سيد علاء، يعني بتأثير التأثير الاقتصادي على باقي الأشياء في مصر كما قلت حضرتك، على المنتجات وعلى الزراعات وعلى أسعار الطعام الشراب والانتقالات، يعني هل المواطن المصري على استعداد أن يتحمل هذه التكلفة؟ هو ليس لديه اختيار، إنما هو الأمر مفروض عليه، سواء زيادة الكهرباء أو زيادة المحروقات بشتى أشكاله. احنا بندعو بس إن البرلمان يكون ليه دور أكبر في إن يكون ليه دراسة بالنسبة للحكومة، إن سياسة الزيادة ده وتأثيرها السلبي بالنسبة للتضخم أو بالنسبة لتأثير ذلك على المواطن الفقير والمواطن العادي والطبقة الوسطى، وإن الحكومة مفروض إن هي تعمل إيه، لأن الحكومة دلوقتي هي بتحاول إنها تخفض نسبة الدعم كده. لكن الحكومة في الحقيقة عندها مشكلة أكبر، إن الحكومة بتزود المديونية، سواء الدين الداخلي أو الدين الخارجي، وإن تكلفة خدمة الدين في مصر بتتجاوز تكلفة الأجور وتكلفة الدعم. يعني تكلفة خدمة الدين في مصر تتجاوز 600 أكثر من 600 مليار جنيه، بحيث إن بند الدعم حوالي 260 مليار، وبند الأجور لكل الموظفين الحكومة في مصر حوالي 350 مليار. فلازم الحكومة يكون لها يعني احترام بالنسبة للبرلمان، وان يكون في وضوح في الرؤيه، سواء بالنسبه لزياده الاسعار وتاثيرها، وان الامر ده يناقش في البرلمان وما يبقاش مفاجاه للبرلمان وللشعب. طيب ابقى معي سيد علاء، لانه ينضم الينا عبر الهاتف السيد مصطفى عبد السلام، رئيس قسم الاقتصاد بصحيفه العرب الجديد. اهلا بك سيد مصطفى. سيد مصطفى، هذه هي الزياده الرابعه منذ 2014، يعني ربما نعيد للناس الاسعار التي كانت منذ 2008 حتى 2014. يعني كان بنزين 95 ب 2 جنيه 75 قرش، وكان بنزين 90 ب 175 قرش، والسولار كان بجنيه وخمس قروش. الزيادات المتتالية أربع زيادات منذ 2014 بهذه النسبة التي قد تصل إلى زيادة حوالي 500%، كيف تراها؟
يعني أولا هذه الزيادات من وجهة نظري غير مبررة اقتصاديا، الأسباب اقتصادية بحتة. أولا أسعار النفط، برميل النفط كان في يونيو 2014 على سبيل المثال ب 112 دولار، الآن السعر البرميل أقل من النصف في حدود 62 دولار، وبالتالي إذا انهارت أسعار النفط بهذا الشكل فإن أسعار المشتقات البترولية في العالم تنهار أو تنخفض بهذه النسبة. الأمر الثاني، إذا يعني الدول بتخفض أو بترفع أسعار الوقود والمحروقات والكهرباء لإما لخفض الدين العام المحلي أو خفض العجز الموازنة العامة. نحن على مدى الأربع سنوات الماضية لم نرى خفضا في الدين العام ولم نرى عجزا في الموازنة، وبالتالي كلما ارتفعت الأسعار كلما يعني زاد تم خفض الدعم الحكومي، كلما حدث شيء عكسي وهو زيادة غير مسبوقة في الدين العام. نحن الدين العام قفز من 1.7 تريليون جنيه في 2013 إلى ما يقرب حاليا 6 تريليونات جنيه، وبالتالي يعني أين كل هذه الأموال والمليارات التي تتحقق من خفض الدعم؟ هذه مسألة. المسألة دعنا في هذه المسألة سيد مصطفى نسأل السيد علاء عبد الحليم، يعني كلام السيد مصطفى أنه لا يوجد مبرر اقتصادي لرفع هذه الأسعار سواء على سعر النفط وانخفاضه إلى أكثر من نصفه إلى أيضا أن رفع هذا الدعم بيؤدي طبقا للسنوات الماضية، لأن هذه المرة الخامسة لارتفاع الأسعار، يؤدي إلى زيادة الدين العام داخليا وخارجيا، فما المبرر لرفع هذا الدعم؟ أنا أختلف مع الأستاذ مصطفى. في 2014 كان برميل البترول ب 112 دولار، لكن كان الدولار في مصر ب 6 جنيه ونص، يعني كان برميل البترول بما عادل 800 جنيه. الآن البترول في منطقة 65 دولار، لكن الدولار في منطقة 16 جنيه و 75 قرش، يعني برميل البترول في حدود 1600 جنيه. فهو بالجنيه المصري حصل تحرك كبير، بالدولار انخفض بنسبة 50%، لكن الجنيه المصري يعني حدث تغيير بأكثر من 100% بالمقارنه بالدولار. فالنقطه دي بس ينبغي ان احنا هنا في مصر بنتحسب بالجنيه ولا نتحسب بالدولار. انا متفق في جزء من الامر ان الحكومه لازم تكون منتبهه للخطر اللي هو انا بعتبره السرطان اللي هي المديونيه، سواء المديونيه الدين الداخلي او الدين الخارجي، وان هو ده المفروض ان يكون فيه اهتمام اكبر بيه، وان يكون فيه وضوح في الرؤيه لحد منه. سيد علاء، يعني اذا كان هناك اتفاق انه لا وجود لمبرر اقتصادي لرفع هذه الاسعار، ما المبرر لرفع هذه الأسعار بهذا الشكل؟ لا في مبرر اقتصادي يا سيد الفاضل. استاذ مصطفى اتكلم ان برميل البترول كان ب 112 دولار في 2014، لكن الدولار كان ب 7 جنيه او 6 جنيه ونص في 2014 في مصر. الدولار الان وصل متوسط 17 جنيه خلال 2019، فبالتالي ان سعر البرميل البترول في 2014 كان يوازي 800 جنيه مصري، الان سعر برميل البترول يوازي حوالي 1500 جنيه. فهو النقطه ان الاسعار قد تكون انخفضت بالنسبه للدولار، لكن الجنيه المصري انخفض بصوره كبيره بالمقارنة بالدولار، يعني انخفاض النفط بالدولار كان أكبر منه انخفاض الجنيه مقابل الدولار. عشان كده الحكومة مش هتقدر تتحمل الأمر. والشرط الأهم وبصراحة أن الأمر ده كان اتفاق واضح جدا مع صندوق النقد الدولي، وصندوق النقد الدولي اتفاق مكتوب وموقع والتزامن الحكومة المصرية برفع كل أسعار الدعم بالنسبة للمحروقات خلال مدة 3 سنين، ربما الحكومة تمدها إلى 4 سنين أو 5 سنين، لكن ينتهي الأمر بالتزام أن الأسعار هتكون عالمية. نعم. والأمور دي واضحة ومعروفة للجميع. نعم. من فترة طويلة. ابقى معي سيد علاء. سيد مصطفى، إذا هناك مبرر اقتصادي أن سعر الدولار في مصر اختلف في 2014 عن 2019 بانتقاله من 6 جنيهات إلى الآن 16 جنيها، وأيضا مبرر اقتصادي آخر يتعلق بالاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي. يعني أولا لا علاقة للمواطن باتفاق مع صندوق النقد الدولي، هذه أجندة خارجية يتم فرضها على المواطن دون استشارته، دون يعني تحميله بشكل مستمر. أمر الثاني أن عندما تستورد مصر مشتقات بترولية فإن تدفعها بالدولار وليس بالجنيه المصري. الأمر الثالث أنك أنت
زيادات مستمرة في الأسعار لا تتوقف، المواطن لا يعرف أفقا لهذه الزيادات المستمرة. أنت تزيد في المرتبات في نفس اليوم أو تاني يوم تأخذ منه هذه الأسعار الكبيرة. الأمر الثالث أن هذه الزيادات بتؤثر سلبا ليس فقط على المواطن بل على الاقتصاد برمته، يعني بتدخل الاقتصاد في مزيد من حالة الركود، في مزيد من حالة الكساد، في زيادة تكلفة الإنتاج، وبالتالي زيادة الأسعار مرة أخرى، وبالتالي سندخل في مرحلة من تضخم الأسعار مرة أخرى، وبالتالي ضغط على مزيد من العمرة. الأمر الأهم هنا هو أنا بعوم الجنيه وبالتالي أخفض نصف قيمته ثم أحمله للمواطن، بمعنى عندما أعوم الجنيه وأحسب سعر الدولار من 6.5 إلى 16.5 أو 16.60 حاليا، أحمل هذا القرار الخطير للمواطن عن طريق تحميل تبعاته. يعني في موارد أخرى داخل الموازنة يمكن من خلالها تخفيف العبء على المواطن. أنا كنت أتصور أن يتم زيادات على أنواع الوقود الغالية 97 95 وأن يتم تركها على السولار على سبيل المثال، لأنه ده بيهم أهلينا في القرى وفي المزارع وبيرفع كلفة المنتجات الزراعية. كنت متخيل أن يتم تركه على بنزين 80، كنت متخيل أن يتم إبقاء الأسعار على شريحة الكهرباء الأولى اللي هي 1.50 كيلو، وأما أن يتم بهذه القفزات، وهذه لن تكون المرة الأخيرة في الزيادات، بل هناك زيادات أخرى. أنت ما دمت في اتفاق مع صندوق، أنت ما زلت بتدعم الوقود بحوالي 52 مليار، وبالتالي خطتك على المدى القصير أن تلغي هذا الدعم مباشرة وأن تبيع الأسعار للمواطن بأسعار عالمية، في حين أن مرتبه لا يضاهي يعني أي حتى الدول الأفريقية. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى عبد السلام رئيس القسم الاقتصادي بجريدة العربي الجديد، وشكر موصول أيضا للسيد علاء عبد الحليم الخبير الاقتصادي، وينضم إلينا الصحفي الاقتصادي من القاهرة أحمد كمال. أهلا بك سيد أحمد. سيد أحمد، لو تنقل لنا صدى رفع أسعار البنزين، يعني هل كانت هناك بالأمس حالة تكدس أمام محطات البنزين جراء رفع الأسعار؟ بالفعل بدأت حالات التكدس من 30 يونيو تقريبا، كان الحديث عن بدء الزيادة الجديدة في بداية يوليو 1/7، فتحرك الجميع نحو محطات الوقود. بعض أصحاب محطات الوقود الخاصة بدأوا يحتجزوا الكميات للاستفادة من رفع السعر فيما بعد. الحكومة فرضت حالة من الارتباك أو الضبابية حول القرار وموعد تطبيقه. بعض التسريبات تؤكد أن القرار صدر وتم الموافقة عليه. يخرج علينا المسؤول الحكومي لينفي صدور القرار، حتى أن الرئيس السيسي نفسه أكد أنه لا زيادة أسعار الوقود في الفترة الحالية إلا بعد إعلان ذلك القرار للشعب. اليوم الناس استيقظت على خبر الرفع وبدء التطبيق مباشرة. ستحدث اليوم، ستظهر الآثار الكاملة للقرار، ستحدث حالات إقبال شديد جدا على محطات الوقود وامتناع عن البيع كما يحدث. هل ظهر سيد أحمد أي ردود أفعال؟ يعني هل هناك أي صدى لهذا القرار مثلا في وسائل النقل الخاصة، الميكروباصات، السيارات الأجرة، أم أن الأمر ما زال لسه باكرا؟ التطبيق او اعلان القرار منذ ساعة ونصف تقريبا، في 9 صباحا، الساعة الان لم تتجاوز 10:30، فصدى القرار لم يظهر بعد، ربما بعد ساعات يظهر القرار. ستجد ارتفاع كبير جدا في اسعار النقل مبدئيا، وتحدث مشدات. اليوم رفع اسعار البنزين او يومين او 3 ايام نسميهم ايام الخناقات او ايام المشدات، تحدث مشدات كبيره جدا بين السائقين وبين الركاب.
الزياده تجد ان سائق على نفس في نفس التوقيت او نفس المحطه او نفس المواصله يرفع جنيهان واخر يرفع جنيه وهكذا في غياب رقابه تامه. اليوم مستظهر الاسعار ولا يتوقف الامر عند المواصلات فقط بل يمتد الى كل السلع باعتبار ان النقل عنصر داخل في كل السلع. وحتى الاسعار حتى السلع المتواجده في المخازن والمحال التجاريه منذ اشهر يتم رفع سعرها مجرد رفع اسعار الوقود في غياب تام جدا جدا لاي وسيله رقابيه تابعه للدوله او تدخل حكومي في هذا الامر. سيد احمد، يعني كان هناك تداول لصور وجود بعض افراد من الشرطه والجيش في عدد من البنزينات التي تزود الناس بالوقود، ما صحه هذه الصور يعني؟ الحكومه دائما تتخذ قرارات احترازيه. بالفعل كان هناك تشديد رقابة أمنية خاصة على بعض البنزينات المحطات الوطنية التابعة للدولة مباشرة لتنظيم. بدأت بعض الطوابير تظهر في الفترة الأخيرة وبعض الشراء يكون زاد عن الحد، بدأوا تدخلوا لتوزيع المواد المتاحة وتقليص حجم المشتريات بكميات كبيرة. واليوم بدأ بالفعل نشر بعض قوات الشرطة على تلك المحطات لأنها تشهد عادة مشدات واشتباكات كبيرة جدا بين السائقين أو أصحاب السيارات وبين الموزعين في تلك المحطات. سيد أحمد، يعني ربما تكررت الزيادات، هذه الزيادة الخمسة، ملاحظ أن الزيادة دائما تحدث ليلة الجمعة، ما دلالة هذا الأمر؟ دلالة هذا الأمر أن الشعب المصري الجمعة أجازة رسمية، الخميس ربما البعض يسهر قليلا، ربما يستيقظ بعد صلاة الجمعة أو في توقيت صلاة الجمعة للصلاة يستيقظ على القرار الصادم صدمة، يعني بيتحاشوا رد الفعل السريع أو المباشر من الشعب على قرار مثل ذلك. كان البعض يرجح مؤخرا أن القرار سيؤخذ في ليلة مباراة منتخب مصر مع جنوب أفريقيا وفي بطولة أمم أفريقيا المقامة في مصر حاليا. البعض يعني توقع أن يتم تأجيل القرار إلى نهاية البطولة ويوم النهائي كنوع من التشويش أو على القرار أو لفت الانتباه لأمور أخرى. اليوم عادة اعتدنا في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة على اتخاذ مثل تلك القرارات في العطلات، في عطلة عيد، في عطلة رسمية، في أجازة موسمية، تكون مثل تلك القرارات لتحاشي ربما رد الفعل من الشعب او نزول الناس او ربما يعني يمنح البعض الناس او الموظفين هدنه يوم او يومين قبل الاصطدام المباشر بالاسعار سواء في اسعار النقل او في اسعار السلع والمواد الاخرى. اشكرك شكرا جزيلا سيد احمد كمال الصحفي الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهره. ونفتح لكم اعزائي المشاهدين هذه النافذه للتواصل معنا والتعبير عن ارائكم وتصوراتكم من خلال الارقام التي تظهر على الشاشه. من المعلوم ان الان على تويتر البنزين ترند البنزين يحتل المركز الاول في مصر، ويعني سأنقل لكم بعض عدد من التويتات المكتوبة حول هذا الأمر. أحد الأكاونتات بيقول ما هو سبب تحويل الأزمات إلى نكت، لأن يعني كثير من النكت منتشرة الآن. أجاب ابن خلدون قال إذا رأيت الناس تكثر الكلام المضحك وقت الكوارث فاعلم أن الفقر قد أقبع عليهم وهم قوم بهم غفلة واستعباد ومهانة كمن يساق الموت وهو مخمور. سؤال بيسأله أحد الناس بيقول سؤال بسيط، هو حقل ظهر اللي هيحقق الاكتفاء الذاتي فين فنكوش؟ ويبقى السؤال، هناك يعني بعض الانتقادات لعدد من الجرائد التي تتحدث عن سعر البنزين في أوروبا، والناس بتقول هو احنا دخلنا زي دخل الناس
علشان تقارنوا بسعر البنزين. أحد الناس برضو من ضمن التعليقات بيقول المهم مصر يا جماعة لازم نتحمل الدواء المر، ولا أنتوا مش وطنيين، شكلكوا إخوان إرهابيين وبكرة تشوفوا مصر. واحد بيقول أنا سايبها على الله وعشم في الله ما يتوصفش، يا رب خرجنا منها على خير وحسبي الله ونعم الوكيل. واحد حاطط رسوم يعني سم حزينة بيقول ما لحقتش أفول التانك قبل ما يرفع البنزين. وأحد السؤال كما تكونوا يولى عليكم. برضو أحد بيقول بحيث بسيطة زيادة تنعكس على كل الأسعار، وأنا واثق أنه هيكون مبالغ فيها. على أي حال أنا هشتري بنفس الميزانية بتاعت الشهر وألغي الاحتياجات اللي تزود استهلاكي عنها. المشكلة أن بقى في غش في الميزان بجانب غلاء السعر. طبعا ده على هاشتاج البنزين. حسن ابن العمدة بيقول لما في ناس مش لاقية شغل وانت عمال تزود في الأسعار والبنزين ارحموا من في الأرض. يعني هذه هي التغريدة، وهذه التغريدات كما قلنا البنزين يحتل الترند الأول في مصر. طبعا كان هناك في الأخبار في الأيام الماضية صرف علاوة للعاملين بالدولة بنسبة 7%، وصرف زيادة المعاشات بنسبة 15%، وتحديد الحد الأدنى للأجور بنسب متفاوتة. لكن هناك من يرى أن هذه الزيادات تأكلها زيادة الأسعار وزيادة البنزين. يعني في نفس الوقت بنتحدث عن 6 مليون موظف تحت مظلة الحكومة. طب ماذا عن الأعمال الحرة؟ ماذا عن الذين يعملون؟ معنا سيد جبيل صحفي من القاهرة. أهلا بك سيد معنا. بنتحدث عن الزيادة، زيادة الأسعار أو زيادة البنزين، أسعار الوقود الآن للمرة الخامسة، كيف تراها؟ والله أنا أعتقد أن زيادة أسعار البنزين قرار صعب، وطبعا لا يمكن أن يحظى برضا أي مواطن، لأنه هو القرار يدعو زيادة في الأسعار، وزيادة في الأسعار ليس في تكلفة الأقل ولكنها سوف تنسحب على كل السلع، خصوصا أن صرخها زيادة في أسعار الكهرباء وزيادة في أسعار كثير من السلع. فلا شك أبدا أن ده بيتلوه أو بيترتب عليه عبء كبير على المواطن، والمواطن أوريدي مثقل بأسعار كثيرة. لكن بتسألني عن رأيي، أنا بعتقد أنه الآن الحكومة لم يعد لديها أي أعذار فيما يتعلق ب مضيها قدما في برنامج الإصلاح. احنا قضينا حوالي ثلاث سنوات أوشكوا على الانتهاء بالزيادة الأخيرة اللي هي كانت أصعب الزيادات. الزيادة بدأت من 2014 سيد. نعم؟ سيد الزيادة بدأت، زيادة الأسعار في أسعار الوقود بدأت من 2014، يونيو 2014. بس برنامج الإصلاح الاقتصادي عمليا على الورق طبعا سبقوا إجراءات تمهيدية من 2014، لكن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع الصندوق بدأ في نوفمبر 2016، وبالتالي احنا بنتكلم اقتربنا من العام الثالث، يعني قلنا حوالي بتاع 29 شهر او يعني 30 شهر. وبالتالي فهذه الخطوة كانت تعتبر اللاست سترو او الخطوة الأخيرة في هذا البرنامج الإصلاح القاسي. الآن ما يجب أن ننتظره، المفروض أن يحمل إلينا البرنامج بعد ابتلاع هذه الحبة الصعبة أو هذا الإجراء، المنتظر أن يتلوه خطوات جيدة وانفراجات. يعني أنا لست ضد زيادة أسعار البنزين، يعني أنا كحد بيتابع الشأن الاقتصادي ما فيش مشكلة إذا كانت زيادة أسعار البنزين سوف يعادلها أو سوف يكون في المقابل انفراجة في أمور أخرى، في تحسين أمور التعليم، في أمور الخدمات العامة، في أمور الصحة العامة. هذا الأمر لم يحدث، هذا الأمر لم تحدث في المرات السابقة. يعني زادت أسعار الوقود وزادت أسعار المنتجات الزراعية والأسواق وتحملها، وما زال يتحمل المواطن المصري، ولم يرى صدى لهذه الزيادات. هو أصل كلمة، يعني إحنا برضو البرسبكتيف غلط. هو مش المواطن المصري يتحمل في مقابل حكومة، لأن الحكومة ليست حكومة مملوكية بتفرض شيء والشعب شيء تاني. لكن هي القصة كلها في ما هو طبيعي أن الشعب يتحمل.
ده هيحصل في مصر، هيحصل في البرتغال، هيحصل في أي مكان، في عجز موازنة، وبالتالي القرار الرشيد إن يكون الإنفاق يتوافق مع بلد من ذات الدخل المتوسط وعنده مشاكل. أستاذ سيد، هناك من يرى أن هذه قرارات رفع الأسعار، يعني لأن الوقت ضيق، يعني حضرتك تقول قرارات رشيدة، هناك من يرى أن هناك قرارات أخذتها الحكومة والسلطة في مصر غير رشيدة أدت إلى هذا الأمر، تعويم الجنيه، العاصمة الإدارية الجديدة، تفريعة قناة السويس، كل هذه الأمور أثرت سلبا على الاقتصاد ولم يرى لها نفع حتى الآن، فأين هي القرارات الرشيدة؟ إلا إذا كنت حضرتك عاوز تقول إنه كل إن الحكومة تتخذ قرارات غير رشيدة أحياناً، طبعاً الحكومة تتخذ قرارات غير رشيدة أحياناً طبعاً، زي أي حكومة تتخذ قرارات جيدة وقرارات أخرى سيئة وما لهاش مبرر ويجب إعادة النظر فيها، متفق معاك. لكن أنا بتكلم، أنت بتكلمني على أسعار البنزين وليس على تقييم كامل لمجمل فترة كاملة، هذه قصة مستعد أوكي بعدها بس يكون في وقت. لكن أنت بتسألني على أسعار البنزين، أنا بقول أنه قرار صعب جدا، نعم، سوف يترتب عليه تضخم، والتضخم هيؤدي إلى توابع كثيرة جدا، أبسطها بالنسبة للمواطن عشان نلخصها، هنؤدي عندنا مشكلة في أسعار، ارتفاع الأسعار هيؤدي إلى على الأقل إلى البقاء على أسعار الفائدة إذا ما ارتفعتش. لما ترتفع أسعار الفائدة معناها ارتفاع تكلفة التمويل، نعم، معناها نفور للمستثمرين، ففي اعتبارات كثيرة. بس نعم، أنا بقوله أنه الآن الحكومة قالت أنا عندي برنامج إصلاح اقتصادي، نعم، هذه آخر خطوة محرت لها، نأمل أنه هذه آخر الأسافي، نعم، أن ده آخر خطوة صعبة. الآن يجب أن ننتظر انفراجات متتالية، نعم، في قطاعات مختلفة. أشكرك سيد جبيل الصحفي الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين لمتابعتكم لهذه التغطية. كانت هذه نهاية التغطية لقرار رفع أسعار الوقود في مصر، شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة.